مساكم الله بالخير. اليوم بسوي لكم لحم بالشمندر مع عيش. اول شيء تغسل اللحم، تنفه وتنقع عدل، تطلع الدم اللي فيه، وبعدين تفوحه بالماي عشان تطلع صفرته، ونشيل صفرته، وبعدين نحط بهاراتنا ونسكر عليه بجدر الضغط. وتقدرون تسوونه ترى على جدر عادي، بس ان جدر الضغط يختصر الوقت. شوفوا الصفرة بلشت تطلع وقاعد اخففها، ما عندي مشكلة. انا اوريدي اني بحمس اللحم، فراح اسوي كالاتي: ابدل الماي واحط ماي جديد، واحط بهاراتي الحين واخليه يطبخ على البهارات مع الماي الجديد. اوكي، اسكر الجدر وانطر عليه تقريبا ربع ساعة الى 20 دقيقة يكون مستوي ان شاء الله. حطينا ماي، بدلناه، حطينا بهاراتنا، الملح ما تحط الا اخر شيء، وراح احطه بالحمسه يعني بالاخر. سوي العيش، حط شويه زيت، وحط جزر وبصل وثوم مفرومين، حط ماي الشمندر اللي انا فايحه، خليه يطبخ العيش. انزين، ونحط شويه كمون وشويه كركم، ونحمسهم حمسه خفيفه، وبعدين نصب العيش فوقه، وبعدين شمندر على الراحة، ونصب عيشنا ونزيده ماي فوق العيش سنتي. اللحم جهزناه ورشينا عليه زعفران شوية مع شوية دارسين عشان نحمسه مع الخضار. الحين نبلش نحمس الخضار. زبدة جاهزة عندي هني، فلفل بارد، فاصوليا نوعين، فاصوليا خضراء العريضة والضعيفة، جزر وبصل مع بعض كلهم. حركها لمدة دقيقة ورش بهاراتنا. هذه بهارات مشكلة، راح اكتب لكم اياها بعدين بالوصف. زين كذي تكون جاهزة، ونحركها شوي. زين، وبعدين نحط نضيف اللحم. ضفنا اللحم، الحين الشمندر، نضيف الشمندر وراها نضيف الزبيب، شوية معجون على شوية ماي، وخليه يطبخ على راسه. هذا آخر شيء، وضفنا آخر شيء مكعب ماجي، قليل الملح معاهم، مكعبين. سكر، خليه يطبخ على راحته. نقصر على النار على راحته، خليه يطبخ لمدة 10 دقائق، إن شاء الله تكون الحمسة جاهزة. هذا أيوة طبقنا جهز، وهني السلطة طبعا نحلى مع المعبوط والأشار. وعلينا وعليكم بالعافية. شوفوا اللحمة، ما الله بالقبشة تقطعها، دايبة دايبة.